في المكان البعيد من سهل البقاع اللبناني تقع بلدة دير الأحمر التي تنصرف نسوتها منذ الصباح الباكر كل إلى عملها. عندي 6 شباب وثلاث بنات وجوزي ميت بعدنا عنك. بين العمل في الزراعة وتحضير المونة لفصل الشتاء وبين العمل في الأشغال المنزلية يتوزع نهار ليلى سكر أم عيد. لو في شغل هاني بنستمنى بنشغل أحلى ما ندالنا وعدين، بس ما في شغل بالضيع غير كل من بيشتغل ببيته. لكن ليلى سكر تتمنى لو أن عملها يدر عليها دخلا ماليا تحسن فيه ظروف حياتها. لو تعملوا لنا شي شغل طالع مصاري بيكون كثير منيح. يا خايب المدن في عندنا بيشتغلوا، في معامل، في عندهم وظيفات بيشتغلوا، ما حدا بيقعد بالمدن. لم تستسلم لودي حبشي لواقع الفقر والتهميش الذي تعاني منه بقية النسوة في دير الأحمر. كانت صاحبة إرادة وتحد لإثبات ذاتها. هي ناجحة في عملها كخبيرة تجميل في محل خاص بها. أنا بدير الأحمر كنت إنه ما بشتغل شيء، بس حبيت ما أنزل على المدينة أبقى بالضايعة هون، فصار لي فرص عمل كثيرة وصار لي إنه أتعلم دورات تدريبية بالنسبة للتجميل، للميك أب، للإنستيتيوت، للإستيتيك، وحبيت طورها. وجدت لودي من يأخذ بيدها، لجأت إلى رابطة سيدات دير الأحمر التي تعمل على تنمية القدرات الريفية للمرأة هناك. صار لي فرصة برابطة سيدات دير الأحمر وأنا عملت هذه الدورة، ومثل ما أنك شايف فتحت محل، كنت عم بتطور شوي شوي، كل ما صح لي دورة أعملها. الحياة بالريف أصعب، المرأة عندها مسؤوليات أكبر، بدها تتعب أكثر من المرأة بالمدينة باعتقادي أنا. ما في شيء بتضيع يعني واحد تيعمله إلا واحد إنه بده يرقي، إنه يمكن محل واحد عندي أنا بقلب دير الأحمر، يمكن دير ما بتحمل محلين. رابطة سيدات بلدة دير الأحمر أقامت تحولاً بارزاً في حياة العشرات من نساء البلدة. نشتغل على تنمية ريفية لحتى الناس تتثبت بأرضها، لحتى نحافظ على هالريف، لأنه نحن بحاجة لقلو للريف، نحن بحاجة للنساء والرجال بالريف لحتى يحافظوا على الأرض، على الزراعة. السيدات الريفيات في كل أنحاء العالم يعانين الفقر والتهميش، لذلك حددت الأمم المتحدة يوماً عالمياً لدعمهن في منتصف تشرين الأول من كل عام. لأنه فعلاً هي المرأة ريفية، في عندها قدرات لا تقدر، لأنه هي بتلاصق مع الأرض، هي عندها معرفة يمكن غيرها من النساء ما بيعرفوها هون، لحتى يكون في اهتمام خاص فيها وبحياتها، لأنه المرأة الريفية فعلاً تشتغل كتير وشغلها مش محسوب. يوم آخر للمرأة الريفية في لبنان لم يتغير فيه الكثير من واقعها، سوى أن صوت هؤلاء النسوة في يوم عيدهن لا يعلو عليه سوى صوت التهميش وغياب الضمانات الصحية. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.